السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. توقفت لحظة لأتأمل الحياة، فوجدتها مضمارا كبيرا يتسابق فيه العباد من أولئك الذين وضعوا لهم أهدافا في حياتهم يسعون لتحقيقها. فمنهم من يحققها بعد جد وعناء، ومنهم من يتعثر ويعود من عثرته إلى السباق ليصل متأخرا، ومنهم من يسقط فتدوسه الأيام دون أي رحمة ليجد نفسه في الأخير خائر القوى وقد التهم الشيب ما تبقى من سواد شبابه، فتتكالب عليه مسؤوليات الحياة وتتقاذفه أمواج الهموم المتلاطمة، ولكن الأمل والرضا بالقضاء والصبر هو ما يحمل هذا الشخص على الرغبة في الحياة والعطاء. السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ تعال. كيف حالك؟ مالك شيء بخير متعافي؟ الله يهديك. كيف أمورك؟ الحمد لله. الموز موجود، الرمان موجود، العنب موجود. الكيلو الموز ب200، الكيلو الرمان ب400، والكيلو العنب ب300. من أين أدي لك؟ إيش أدي لك؟ ما في نفسك. أفعلك كيلو كيلو من كل واحد؟ كيلو كيلو. تمام. كيلو كيلو. معي الموز على 300، الرمان على 400، والعنب نهايته 4. استاذ اليمين رهيب. العنب. ماشي، والله انا السوق غالي شوية. وبعدين البضاعة حالي. أنت اشتريت من 200. منين اشتريت؟ ما بش هذا الموز، ما هذا العنب ما تلقاش ب 200. والله مسوق احمد هذا نهايته 400. الله يوفقك. نهاية 400 والموز رقم واحد أبو نقطة 250 لك 1100. دي لي 1100 طلبنا الله حظك. هذا حق الخزان. ليش؟ كيف حق الخزان؟ حق الوايس. هاي دي الله ثاني معك ذحين في البيتزارات. أنا والله ما ريال. كيف والله ما ريال؟ بتشتغل؟ لا الحمد لله، يعني كفيت يومه. هذا 500 كدم، 500 و 1000 ريال أديه لصاحب الوايس. وذحين كيف عتشتري مني؟ قاعدك محرج مني ولا كيف عتشتري؟ وصلت له انا مبلغ، يعني عاد تكرم منك تشتري مني. اصلا بين الاول من الصبح في الحاره ولا لقيت واحد يشتري مني حاجه. ده الحين توكلنا على الله. وقلت لي هذا قيمته ايش؟ قيمته ايش؟ هذه 500 كدم صارت ديها تمام، لا وهذه 1500 حق صاحب الوايت. طيب ما بتشتغل انت؟ مطلع. يعني ايام مثل المطر ما بش معنا لا بلقات ولا بحاجه مرخ ولا حاجه. يعني شاقي بيوميتك؟ يوميتك بألف ريال. كم معك عيال؟ خمسة. خمسة عيال. هو ذا البيت صغير؟ ما نحلو. هربت من الإيجار. كيف؟ كان راتبي ما له شيء، الحمد لله رب العالمين، متقاعد، خدمت الدولة 37 سنة، في الأخير في 2011 عملي استغناء. طيب كم معك غرف داخل؟ واحدة. غرفة واحدة؟ الحمد لله. كيف عايش بغرفة واحدة؟ الحمد لله. طيب الحمام والمطبخ كيف؟ المطبخ انا معي هنا جزء ما بين الحمام والباب الغرفه. يعني غرفه واحده قسمتها نصين؟ لا هي اصلا مترين حمام، وهذه غرفه ثلاثه في ثلاثه. معي ما بين الحمام والباب الخلفي متر. طرح الغزنة التنور طبعا. يعني يعتبرين في غرفه واحده الحمام والمطبخ؟ نعم. وغرفه ترقدوا فيها؟ نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. لله الحمد والشكر. الله يعينك يا اخي ويوفقك ويعينك. طيب ليش ما تطلب الله تبشر لك عمل دائم؟ انت يوم تشتغل ويوم توقف. والله يا اخي قد الحل هنا. يعني ما بيقوا عليك عمل يومي؟ لانه اصلا ما بيش بيدي مهره. طيب ليش ما تبصر لك عربيه استعمانه واطلب الله حاجه حالي ولا ماشي؟ والله على من اتوكل؟ طيب اذا اتكلنا على انفسنا او على شخص. طيب اذا وقع لك عربيه تطلب الله بها وفيها بضاعه وكذا اطلب الله سعر الناس؟ والله ما بالله ليش ما اشتري لك عربيه؟ لم... ما فيش شيء. ما وصلت حتى قيمه الخزن هذا تمام، بناء به قرب على اساس ايش؟ انه مفطر من كل الجهات. حسب لا سيرينو. يعني اذا وقع لك عربيه يكون خير كبير ان شاء الله. ما له الذي يقول له لا. طبعا تفضل هذا العربيه لك.
تطلب الله بها وش جابها عليك وعلى أولادك مع البابا اللي فوقها. تمام، هذا رقم واحد. أيضا لديك عقد مدفوع القيمة من أجل بناء غرفة متكاملة هنا إلى جانب الغرفة اللي معك، إلى جانب الغرفة اللي معك، من أجل مأوى لك ولعيالك، غرفة متكاملة بناية من وإلى. أيضا معك فاتورة مدفوعة بقيمة أدوات منزلية وأثاث للبيت. أيضا معك مبلغ مالي لشراء بضاعة أخرى، ما عجبتكش البضاعة هذا أو تشي تطلب الله في بضاعة ثانية تحس أنك عاد ترزق من بعدها بشكل أكبر، هذا هو المبلغ اللي عاد تشتري به البضاعة الجديدة. أيضا معك مبلغ مالي لشراء مواد غذائية للبيت، مستلزمات ومواد غذائية. تفضل يا أخي. جزاكم الله خير عن كل ما ساهمت، وإن شاء الله تقدر أنك تكفي عيالك وتكفي نفسك. مش والقلابة الآن عايب دول البناء، وإن شاء الله ما ينتهي اليوم إلا بتكملوا بناء غرفة جديدة لك إن شاء الله. أي خدمة لك؟ بس لطالما نسينا أن ندق باب مالك الملك، مع أنها أقرب الأبواب إلينا، وما الفرج إلا رحمة منه أجراها على أيدي المحسنين. فما أعظمه من ملك، وما أعظم العطية التي ييسرها المولى بعد كرب وضيق. وإن صغر حجمها فأثرها يبقى، كالبذرة قد تختفي بين أكوام التراب، ولا تلبث أن تربو بعد الغيث أضعافا مضاعفة. فلنتأمل آيات التيسير ولنتكافل، فمن أعطى الخير فقد أعطى نفسه الكثير والكثير، وقد ربح تجارته مع الله إن أخلص النية. شفت الفرح في غيري سكن، والسعادة في وجه أهل الأمان، وابتسامة من تألم وانحزن. ابتسمت وقلت أنا قلبي اطمأن، ابتسمت وقلت أنا قلبي اطمأن. رغم صعب العيش أو رغم الظروف، ناس يصعب عندها مد الكفوف، لجل هذا نرسم البسمة حروف. بفرح غيري أنا قلبي اطمأن، في فرح غيري أنا قلبي اطمأن. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.